في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بآلام وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين على قناة الطريق في حلقة جديدة من برنامجكم صحوة. برحب بكل المشاهدين على القناة أو على الفيسبوك، بس خليكم معايا دقيقة، أنا هشارك بالحلقة على الفيسبوك وأصدقائي ممكن يشوفوني لايف. خليكم معايا دقيقة. أهلا بيكو، أنا دلوقتي لايف على الفيسبوك، وممكن لو حد برضو عنده طلبة صلاة ممكن برضو يبعتها على الفيسبوك أو يتصل عن طريق الفايبر، ورقم الفايبر قدامكم. نفسي أشارك معاكو الحلقة دي بآيتين ربنا شجعني بيهم قوي خلال الأسبوع اللي فات. في سفر الخروج 14 وعدد 13، فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا، خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. معلش يا آدم الصوت فيه شوشرة شوية. في زمن شوية في ال فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا، خلاص الرب الذي يصنعه لكم. انا مش عارفة الوش ده، الزمن دي شوية من التليفون ولا من الكمبيوتر. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا، خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. الآية دي بتشجعني كتير قوي. موسى بيقول للشعب لا تخافوا. كان في الوقت ده الشعب كان قدامه، شعب إسرائيل كان قدامه البحر، وكان قدامه إن هو حاسس إن مفيش أي مخرج ليه، لأن كان وراه كمان المصريين وجيش فرعون. ففي خروج 14:10 بيقول: فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، وإذ المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جدا. فالمصريين شايفين الجيش اللي قدامهم جيش إسرائيل وعايزين يقضي عليهم، وشعب إسرائيل اللي عايز يهرب من أرض العبودية شاف شعب
فرعون الجيش بتاع فرعون جاي وراه، فحصل له فزع، حصل له خوف. ونفسي أقول لناس كتيرة في الأيام دي حصل لها حالة فزع. ممكن تكون أنت خلال الأسبوع اللي فاتت أو خلال الفترة اللي فاتت جالك خبر مرض، أو جالك خبر حد غالي عليك جدا انتقل. فاللي بيحصل نتيجة خبر أو نتيجة ظرف مؤلم، أنا بيحصل لي فزع. لكن موسى قال شعب إسرائيل قفوا وانظروا، قفوا، أنا أقف مكاني، يعني أنا عندي ثبات، ثبات، وأبص وأصدق إن في خلاص من الله جاي لحياتي. مش هقدر أقف وأقدر أثبت ضد التجارب وأنا مش ماسك الوعد اللي هو الإنجيل، الوعود اللي ربنا قاله. فقال لهم قفوا وانظروا، خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. بعد كده المعجزة اللي حصلت إن ربنا استخدم موسى وفتح في البحر. طيب نفسي نصلي مع بعض دقيقتين، ولو انت جالك حالة فزع او جالك خبر صعب جدا او حد بيطاردك في الشغل او عندك مشكلة مادية، انت في حالة فزع. يعني في ناس كتيرة عايشة في حالة فزع. يعني نفسي ربنا في الوقت ده يشجع ايمانك وبيقول لك ما تخافش، لا تخف، قفوا وانظروا خلاص، اقف وصدق الوعد وبص عينيك لفوق، والرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ربنا هيتدخل في الازمه بتاعتك، ربنا هيحل مشكلتك، بس صدق، صدق الوعد. وان انا اصدق ان انا ده عندي ايمان ان الله يتدخل. خلينا نقضي دقايق نبدأ بيها الحلقة بتاعتنا النهاردة. يا رب أنا بشكرك جدا، بشكرك جدا يا رب، بشكرك جدا لأنك أنت جاي يا رب على ناس كتيرة خايفة يا رب، ناس كتيرة حد تاني بيطاردها أو ظروف مادية صعبة، أو سمعت يا رب خبر كانسر أو مرض صعب يا رب، والخوف والمرض بيطاردهم. لكن أنت يا رب النهاردة جاي، جاي بتقول لناس كتيرة ما تخافش في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع تعالى، تعالى يا رب على الوقت الدقايق اللي هنقضيها مع بعض النهارده دلوقتي يا رب، تشيل كل خوف، تشيل كل خوف، كل ارتباك وكل انزعاج يا رب جه على اولادك او جه على بناتك يا رب. تعالى بسلامك، تعالى بسلام، تعالى بسلام، سلام يا رب، سلامي اعطيكم، سلامي اترك لكم، ليس كما يعطي العالم، لكن انت بتدي سلام غير اللي عند العالم يا رب. سلام وقت التحدي، وقت الظروف، وقت المرض، وقت الناس اللي مش عارفة تمشي ازاي او تحل مشاكلها ازاي يا رب. قول لناس كتيرة لا تخافوا، لا تخافوا، لا تخافوا، لان الرب عنده الخلاص. اشكرك، اشكرك يا رب لاجل حضورك، اشكرك لان ده وقت مميز، أشكرك لأنك أنت جاي بلمسات جديدة على ناس كتيرة. أشكرك لكل الناس. أمين. اللي على قلبي النهاردة إن إحنا نكمل في الحلقة اللي فاتت، اللي هي الثعالب الصغيرة المفسدة للكروب. والآية دي قلنا في سفر نشيد الأنشاد إصحاح 2 وعدد 15، الثعالب الصغيرة المفسدة الكل. الكتاب دقيق جدا لما بيقول الثعالب الصغيرة، فهي وصفها ان هي حاجة ثعلب صغير، وثعلب صغير لما يدخل الكرم، يدخل ممكن من فتحة صغيرة مثلا في السور بتاع الكرم ويفسد هذا الكرم. ممكن صاحب الكرم ده ما يشوفش إن الثعلب ده إمتى دخل ولا إمتى أفسد القلب. وقلنا بنطبق هذا الكلام على حياتنا الروحية، إن في أمور صغيرة جدا بتدخل لحياتي، بتدخل لبيتي وتفسد الحياة
تفسد العلاقات في البيت، ويمكن أنا بعيني المجردة ما شفتش الحاجة اللي دخلت لحياتي. فشاركت المرة اللي فاتت إن ممكن الثعالب دي بتيجي عن طريق فكرة تسيطر عليها، وتكون فكرة غلط تكون نتيجتها إن أنا باخد خطوات غلط في حياتي. الحاجة التانية قلنا كمان ممكن الثعالب الصغيرة دي بتكون عن طريق نظرة، أنا شفت حاجة اشتهيتها عايزة أمتلكها، وباخد خطوات غلط، وتكون نتيجة الخطوات دي إن أنا مثلا بتوه في العالم، أو بيحصل لي مشاكل، أو بيحصل لي ضياع وتدمير لحياتي الروحية أو لأسرتي. والآية اللي شاركنا بيها المرة اللي فاتت اللي هي من أمثال 14 12، بتوجد طرق للإنسان مستقيمة وعاقبتها الموت. أنا بمشي ممكن في سكة ومش شايف السكة دي هتوديني فين، وبتكون نتيجتها الموت. في حاجتين النهارده عايزه اضيفهم على اللي احنا اللي قلناهم المره اللي فاتت. الثعلب او الثعالب بتدخل ممكن عن طريق الاذن، ان انا اسمع كلام تملق، اسمع كلام تملق يعني كلام معسول من حد، او ممكن كلام كاذب من حد، وانا انجرف في علاقه مش صح، أو ما تكونش هي دي خطة الله لحياتي، وتؤدي بي إلى مشاكل. والكتاب بيقول كده في كلوسي 2:4، بيقول إيه؟ وإنما أقول لألا يخدعكم أحد بكلام ملوك. ده كلام الإنجيل، ده كلام الكتاب المقدس. بيقول في كلوسي 2:4، وإنما أقول لألا يخدعكم، يخدعني يعني ما بيقوليش الحقيقة، بيقولي كلام كذب، بيقولي كلام تملق، بيقولي كلام إعجاب، كلام معسول، بكلام الملق. ده الكلام الملق، الكلام معسول، كلام كذب، كلام مش صح. وبنشوف دلوقتي يعني الشيء مزعج جدا اللي انا بشوفه حتى في الفيسبوك، مثلا واحده تعرفت على واحد عن طريق الفيسبوك وقال لها ووعدها، وتنتهي هذه العلاقه ان هي مثلا مشيت، راحت ولايه تاني، راحت بلد تاني، والنتيجه كانت ذبح او قتل. الكتاب بيقول يا جماعه انما اقول لئلا يخدعكم احد، يعني دي خدعه من ابليس، وبيستخدم فيها شخص عن طريق الكلام. فإحنا قلنا الثعلب ماكر، لما هيجي بأسلوب هيجي بحيلة، مش هتيجي بحاجة مباشرة. وبعدين هو بيدخل يعني إبليس أو الثعلب يدخل لأذني عن طريق كلام، وأنا بقى أستقبل الكلام وأعيش أعيش القصة، القصة اللي مش حقيقية، وتيجي النهاية تكون تدمير لحياتي. فإحنا قلنا إبليس بيجي عن طريق فكرة، أو بيجي عن طريق النظر، أو بيجي عن طريق إن أنا سمعت كلام وانجرفت. بنات كتيرة بتضيع، خيانات زوجية كتيرة بتحصل بسبب كلام معسول، خراب وانقسامات في الأسر، ده بسبب كلام. فيقول لك الكتاب خلي بالك، خلي بالك ما تخليش إبليس يخدعك. الحاجة الرابعة اللي هو بيدخل عن طريق بيدخل إبليس عن طريقها لساني أو كلامي. ممكن أنا ما كنش بخلي بالي من كلامي، ويكون الكلام ده بيؤدي إلى مشاكل، وأنا ببقى ممكن مش واخد بالي من حتى الكلام بتاعي. فالكتاب بيقول في يعقوب 3:5، هكذا
اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هكذا نار قليلة أي وقود تحرق. يعني ممكن حاجة صغيرة نار قليلة، كلمة صغيرة، إشاعة صغيرة، حاجة صغيرة أي وقود تحرق. يعني ممكن تكون بتحرق علاقات في البيت، بتحرق علاقات مع ناس حتى في أي مكان، في وسط العمل، في وسط الكنيسة، في أي مجتمع. نار قليلة، إشاعة، فكرة، كذبة، نار قليلة أي وقود تحرق. فيقول لك هكذا اللسان هو عضو صغير جدا ويفتخر متعظما، هوذا نار قليلة أي وقود تحرق. فبيقولوا إن أقل شرارة ممكن تحرق أعظم مدينة. لو أنا عايز أولع في مدينة، هي نفس، ممكن أقول كبريت واحد أنا هحرق بيت، وبعد البيت ده وهيحرق بيوت تاني هحرق مدينة. ويا جماعة أنا بقول لكم الكلام اللي أنا بقوله ده، الكلام، المشاكل اللي أنا عشتها مع ناس كتير، بيوت كتيرة بتعدي في مشاكل، بيوت كتيرة بيحصل فيها خراب، خراب جامد، بسبب هي قالت أو هو قال أو مش عارفة مين من قرايبها قالت. نخلي بالنا، إبليس ممكن يستخدمني أنا أو يستخدم أي حد في الأسرة علشان يصنع خصومات ويصنع انقسامات. الثعالب الصغيرة المفسدة للكل، تبقى بيت وفي علاقات وفي محبة بين الست وحماتها، بين أهل جوزها، بعدين يجي حد بكذبة، بكلمة، بفكرة فهمها غلط، ويصنع، تحصل بعد كده نار، تحصل مشاكل والدنيا تولع. يا جماعة ده إبليس. فأنا عايزني، الله مش عايزني أعيش زي كده، عرضة لهجوم إبليس على حياتي وعرضة للمشاكل. الله عايزني أتمتع بسلامه الذي يفوق كل عقل ولسان. فإحنا قلنا الثعالب ممكن تدخل عن طريق فكرة أو عن طريق نظرة، ممكن شهوة، نظرة نجاسة، حب، شفت حاجة عجبتني عايزة أمتلكها، أو عن طريق السمع، إن أنا سمعت كلام كذب، كلام تملق، أو عن طريق كلمة حد تاني قالها وأنا كبرتها، أو أنا ما بخليش أصلا بالي من كلامي، ما بخليش بالي من كلامي في البيت مع الأسرة بتاعتي، ما عنديش حرص في الكلام، كلامي بيطلع فيه تأنيب، بيوجع الآخرين، ما فيهوش تشجيع. هو ده اللي بيفسد الكروم، اللي بيفسد حياتي، بيفسد البيت بتاعي. اللي أنا عايزة أقوله بقى، التوعية الروحية في رسالة بطرس الأولى وعدد 13 بيقول: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحيح. يعني ذهني ده كأني أنا ربط عليه حاجة، فما بتدخلش فيه أفكار كذب وأفكار سلبية. ومنطقين أحقاء ذهنكم صحيح. أنا صاحي، يعني إيه صاحي؟ يعني أنا فاهم إيه اللي بيحصل جوايا. يعني لما تيجي فكرة كذب على حد، أخويا، أختي، شخص صديق ليا، بقول لا، ما مش هقبل الكذبة دي، أرفض الكذب، بمنطق ذهني بالحق. لما تيجي فكرة سلبية على حياتي، وانت فاشل وانت مش هتكمل، اقول لا، الله ليه خطة صالحة لحياتي. صحيح، صح، يعني مش واحد مش دريان باللي بيحصل في ذهنه، ايه اللي بيحصل، الافكار السلبية اللي بتدخل وبتعشعش في ذهني وانا مش صاحي، مش دريان بيها. دي حاجة، دي بالنسبة للذهن. بالنسبة للأذن،
في سفر الجامعة وعدد 10، إصحاح 10 وعدد 1 بيقول إيه؟ الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. يعني إيه الكلام؟ يعني بيقولوا كده ذبابة واحدة تقدر تفسد طيب العطار. يعني العطار ده اللي عمل وتعب في الحاجة دي علشان يبيعها ويكسب منها، بتيجي ذبابة واحدة ممكن تفسد طيب العطار. ممكن كلمة تدخل لوداني، ممكن حاجة بسيطة تدخل لوداني وتفسد كلام، كلمة ده فلان كذا، ده فلانة كذا، أو ممكن كلمة حتى على حد من أسرتي، ويحصل بقى تفسد النقاوة اللي جوايا، تفسد المحبة اللي جوايا، تفسد الإخلاص اللي جوايا. فاللي أنا نفسي أقوله، نخلي بالنا يا جماعة، نخلي بالنا علشان أنا أقدر أعيش كما يحق الإنجيل، وعلشان أقدر أسلك في طرق الرب، أنا لازم محتاجة أخلي بالي، أخلي بالي. نفسي أقول يعني من الحياة العملية، أنا كأم مثلا لما بعمل أكلة وبخلصها ولسه مثلا الأسرة بتاعتي ما جاتش للأكل للغداء أو للعشاء، أنا بغطي الوجبة دي، بغطيها لحسن أي حاجة تيجي وتفسد الأكل، الطعام اللي أنا مثلا تعبت فيه اليوم كله، أو مثلا باخد الأكل أحطه في التلاجة أو أغطيه أو أدخله الفرن. فإن أنا مرات محتاجة أسد وداني، أنا محتاجة أسد وداني. صدقوني بقول الصدق في المسيح، في أوقات كتيرة في حياتي لما كنت بروح وبشتغل في مجتمعات مختلفة ومع ناس شخصياتها مختلفة عني، حد يجي مثلا عايز يقول لي مثلا أنا في مشكلة، ده فلان فلاني عمل وعمل وعمل، نميمة بقى وكلام سلبي، عارفين بعمل إيه؟ طب أنا آسفة، طب أنا محتاجة أخلص الشغل بتاعي دلوقتي، وأنسحب بلطف محبة، لأني أنا ممكن عنديش السلطة إن أنا مثلا هتدخل في الموقف ده، أو ما عنديش السلطة إن أنا أصلح الواحدة والمدير بتاعها مثلا، ما عنديش السلطة إن أنا أعمل كده، أو الشخص ده لا يقبل النصيحة. فأنا ليه أرمي في وداني كلام نميمة، كلام مش كويس، كلام يخليني أتضايق مثلا من الشخص التاني؟ أنا محتاجة أسد وداني. كل ما أنا هسد وداني، كل ما هسد وداني عن الشرشرة اللي حواليا، هقدر أسمع صوت ربنا. مشكلة مش قادرة أميز صوت ربنا من صوت العالم، لأن في أصوات كتيرة، في حاجات كتيرة بسمعها خلال اليوم، الأخبار اللي بسمعها خلال اليوم، كل الأخبار اللي بسمعها عن الناس وكده، باجي آخر اليوم أنا مش قادرة أسمع صوت ربنا، مش عارفة، ما عنديش قدرة على التمييز. فهقول معاكم تاني، أول حاجة هنمنطق ذهني بمنطقة الحق. الحق دي كلمة الله، بقول دايما ربنا بيحبني، دايما ربنا معايا، ما خافش، زي ما أنا شاركت معاكم في بداية الحلقة، لا تخافوا، طوفوا وأنزلوا، خلاص الرب الله عنده، خلاص الله عنده حل مشكلتي. بمنطق ذهني بأفكار إيجابية ضد الأفكار السلبية اللي بتيجي لما يحصل إبليس بيجيب لي انزعاجات ويجيب لي تحديات. والحاجة التانية بسد وداني، مش لازم أنا أسمع كل حاجة، مش لازم أنا أعرف كل حاجة بتحصل حواليا، مش لازم. الحاجة التالتة اللي نفسي أشارك بيها معاكم، أمثال 4:23، بيقول لك فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. انزع منك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين.
نفسي أقول كان أعظم معلم وصديق ليا في الغربة، زي ما شاركت معاكم قبل كده. أنا بعيش هنا في أمريكا بقالي 24 سنة. أعظم صديق وأعظم معلم هو الروح القدس، وأعظم حاجة اتعلمتها إني أنا أتعلم من خلال كلمة ربنا، وده اللي نفسي أوصله لكل المشاهدين. صدقوني مش هتلاقي سلام لحياتك، مش هتلاقي استقرار لبيتك غير لو أنت بتسلك في طرق الرب، بتحفظ قلبك، بتحفظ ودانك، تحفظ أفكارك، تخلي كلامك يطلع مملح بملح. وقبل ما تاخد خطوات، قبل ما تاخد خطوات بتيجي ليسوع بتقول له عايزني أعمل إيه؟ أنت عايز أعمل إيه؟ فإحنا قلنا أحفظ ذهني، نراجع مع بعض. أحفظ ذهني، تيجي فكرة سلبية، أنا بأطرد الأفكار السلبية بكلمة الله، بغطي بقى، بغطي الحاجة لو جوايا سلام، جوايا فرح، ما خليش بقى إبليس يدخل لذهني ويسلب الحاجة الجميلة اللي جوايا، السلام والفرح. رحت اجتماع فرح، ما جاش البيت أسمع بقى كلام سلبي على حد وضيع الحاجة اللي استقبلتها في الاجتماع، أسد قدامي. الحاجة التانية عنيا، أخلي بالي من طرق العالم وتقاليد العالم، وكمان علشان أقدر أكمل مع يسوع أحفظ قلبي. مش هقدر أحفظ قلبي ويبقى قلبي في مخارج الحياة في سلام وفي تشجيع، وأنا وداني بتسمع أي حاجة وعيني بتشوف أي حاجة وبقي بيقول أي حاجة. أمين أمين. بصلي ربنا يخلينا صحيين، مستيقظين للثعالب اللي بتدخل، والأمور اللي بتدخل لحياتي وبتسلب سلامي. لو عندك طلبة صلاة ابعتها لنا، وأنا هكمل أصلي من أجلك حتى بعد نهاية الحلقة. إحنا فاضل لنا دقيقتين والحلقة تخلص، ونفسي أختم بصلوة صغيرة لكل واحد بيشاهدني دلوقتي بيقول يا رب ساعدني، اضع حارس على شفتي وهين السكة اللي أنا مش شايفها. فأنا لو أنت ربنا كلمك أو أنت ربنا كلمك وعايزة تكملي في السكة دي، أنا هتحد معاك دلوقتي في صلاة، وهتحد معاك في صلاة. يا رب بشكرك لأنك أنت الحياة يا رب، الطريق والحق والحياة يا رب، أنت الحياة. مش هنقدر نعيش الحياة في فرح وسلام وهدوء جوانا يا رب، وعندنا شرشرة في ودنا، وعندنا يا رب أفكار متلخبطة، وعندنا يا رب بنشوف حاجات كتيرة بعينينا، والوقت كله زحمة. لكن أنا بصلي يا رب، بصلي تضع حارس على شفتي يا رب. كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا محتاجين لك يا رب، كلنا محتاجين لك. تعالى يا رب، تعالى احفظنا من العالم، احفظنا من تقاليد العالم، احفظنا من سلوكيات العالم، احفظنا يا رب من الشهوة، من الخطية، احفظنا، قدس مشاعرنا، قدس أفكارنا، قدس نظراتنا، وقدس يا رب آذاننا يا رب، والقداسة التي بدونها لا أحد يا رب. يا رب ساعدنا نعيش لك عشان نكون مستعدين للقائك في أي يوم. أشكرك، بركة لكل المشاهدين، وتشجيع وصحوة لكل إخواتي ولكل الناس. آمين أمين. الوقت بتاعنا خلاص، فاضل دقيقة واحدة. أصلي إن الكلام ده يكون تحذير أو تنبيه لكم من الروح القدس، وده الكلام اللي أنا بقوله لنفسي. أنا بقول لنفسي خلي بالك، كل يوم بقول لنفسي ما تاخديش خطوات غلط، بقول لنفسي ما تروحيش أماكن شوبينج كتير، خلي بالك ما تصرفيش حتى فلوس، حاجات كتير ساعات أجيبها ملهاش لازمة. الكلام ده اللي بقوله لكم أنا بقوله لنفسي قبل ما بقوله لأي حد. خلي بالك من اللي بيدخل قدامك، خلي بالك من عينيكي، خلي بالك من كلامك مع أي حد سواء في البيت أو بره البيت، ونعيش كما يحق الإنجيل. أتمنى لكم بركة، أتمنى يوم جميل،
مليان بحضور يسوع، مليان بسلام يسوع. وإلى اللقاء، إلى الحلقة القادمة. الرب معكم. سلام المسيح. في كتير طرق وسط الحياة.